قال وزير التموين المصري علي المصلحي إن مصر تستهدف استيراد 7 ملايين طن من القمح خلال السنة المالية الحالية 2017-2018، وتزيد هذه الكميات بنحو 25% مقارنة بحجم الاستيراد خلال العام الماضي والذي بلغ نحو 5.6 مليون طن، فيما تصل الزيادة إلى نحو 58% مقابل العام قبل الماضي. جدير بالذكر أن مصر تعد أكبر مشتر للقمح في العالم، بينما تتناقص الكميات التي تشتريها الحكومة من الإنتاج المحلي، حيث بلغت نحو 3.4 مليون طن في الموسم الماضي مقابل نحو 5.2 مليون طن في العام السابق، فيما يبلغ حجم استهلاك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعوم. وللحديث حول توجهات الحكومة لزيادة استيراد القمح من الخارج بنسبة 25% خلال العام الحالي، أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي علاء البحار. أستاذ علاء، أهلا بك معنا، ودعني أبدأ بارتفاع هذه النسبة من استيراد القمح في مصر من 5.2 ل 7 مليون طن، لماذا من وجهة نظرك؟ ما الحاجة لذلك؟ هذا بيعكس توجه النظام الحالي، هو يتجه للاستيراد لا للإنتاج المحلي، وده في منتهى الخطورة. يعني الطبيعي أن احنا نجد من المسؤولين في وزارة التموين أو وزارة الزراعة أو الجهات المختصة كلام حول زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الشراء من الفلاح المصري، بحيث أنه ده أمن قومي. يعني هذا أمن قومي، أنا لا أعرف كيف بدأ يتباهى المسؤولون بزيادة الاستيراد. وللعلم ان مصر بتستورد 10 ملايين طن سنويا، مش بس 7 ملايين، لكن 7 ملايين دول اللي بتستوردهم وزاره التموين من اجل الخبز المدعم، لكن مصر استهلاكها في السنه بيصل ل 16 مليون طن. بتستورد منهم 10 مليون وتعتبر اكبر مستورد في العالم، وبيبقى المكان الرئيسي من الاستيراد من روسيا وبعده فرنسا وعدة. طيب أنا مناشئ سأعود إليك في مسألة التفاصيل، لكن دعني أشرك معنا عبر الهاتف من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور علاء عبد الحليم. دكتور علاء، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. نعم، يعني ضيفي في الاستوديو يتحدث على أن من الخطورة بمكان على الأمن القومي المصري ما تذهب إليه الحكومة من الاعتماد الكلي على استيراد القمح بدلا من أن تأتي به أو تساعد يعني على زراعته داخل مصر. حتى وصل الأمر يعني بوزير التموين يقول أننا ببساطة زودنا الحصة الاستيرادية من 5.2 ل 7 مليون طن على الأقل فيما يخص رغيف الخبز. ما تقييمك لهذا الكلام؟ اتفق مع الضيف العزيز ان القمح بالنسبه لمصر هو امن قومي، لكن في الحقيقه الارقام بالنسبه للثلاث سنوات السابقه كانت ارقام غير دقيقه وشابهه بعض الفساد وبعض السرقات او توريد قمح اجنبي على اسم انه قمح محلي، لان كان القمح المحلي بسعر اعلى من السعر العالمي. فدعنا نتحدث ان هذه اول سنه يتم ضبط هذا الامر من خلال استلام رسمي واستلام دقيق بالنسبه للكميات. مصر هي المستورد الاول للقمح، ومن المستحيل تاريخيا ان مصر تكتفي من القمح. مصر لديها فقط 7.5 مليون فدان، وان لن تستطيع ان تستوفي هذا الامر بالنسبه للقمح، ومصر بتفضل انها بتزرع ارز لان الارز سعره 3 أضعاف بالنسبه للقمح. الحكومه السنه دي زودت الاستيراد، في الحقيقه ان الان الاحتياط المصري اصبح مطمئن، فالحكومه فضلت ان هي يكون عندها احتياط استراتيجي موجود في الصوامع، وان ده شيء يحسب جيدا بالنسبه للحكومه، لكن الامر محتاج ان يكون في هناك تنظيم بالنسبه لانتاج الخبز، وان الامر مرتبط ان كل هذه الامر لضبط منظومه الخبز لكي تكون يعني الحد الادنى متوفر للبلد. لكن يبدو أن هناك حديث من قبل الفلاحين أن لا يوجد اهتمام من قبل الدولة في دعمهم في زراعة القمح، ويعني تسعير طن القمح أو إردب القمح كما يقولون بأسعار أقل من العالمية وأقل مما تستورد به الحكومة من الخارج، على الرغم مما يقال أن القمح المصري هو أفضل من مثيلتي عالميا على الأقل فيما يخص القمح الروسي وهو الذي يأتي لمصر بكثرة. إيه رأيك في الكلام ده؟
القمح المصري هو أفضل قمح في العالم لأنه مناطق معتدلة، لكن في الحقيقة أن الحكومة كانت لديها تجربة منذ سنتين أو ثلاث أن هي كانت أعطت الفلاح سعر أكثر كثيرا من السعر العالمي، لكن اللي حصل أن هناك حيتان كبيرة استوردت القمح قبل توريده ثم وردته على أنه قمح محلي واستفادت من الفرق، فالحكومة وجدت نفسها أن لن يستفيد الفلاح من هذا الأمر، لكن الحكومة بتشجع زراعة القمح وهناك أبحاث كثيرة، والإنتاج المصري من خلال المركز القومي للبحوث بيسجل نسب عالمية رائعة جدا جدا، يعني من الترتيب الأوائل لإنتاج الفدان حسب العالم، لكن الأمر محتاج ضبط بالنسبة للسعر العالمي والسعر التوريد المحلي حتى لا يكون هناك فرصة للاستغلال من التجار عديمي الضمير. طيب ابقى معي دكتور سعودي لايك مرة أخرى، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف الحاج عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين السابق. حاج عبد الرحمن أهلا بك معنا. اهلا وسهلا استاذ احمد، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. دعني ابدا معك سؤال بشكل عام عن اهم المشكلات التي يواجهها مزارع القمح في مصر الان، خصوصا في تعاطي الحكومه معهم، ما هي؟ والله يا استاذ احمد الفلاح المصري خلاص اوشك ان هو يتوقف تماما عن الزراعه. بدايه وزاره الزراعه لا تقدم اي نوع من الدعم للفلاح المصري. اسمدة ومعظمها بيتاخد ويتباع في السوق السوداء، واخد بال حضرتك، وتقاوي ما فيش تقاوي في من الوزاره، واصبح الفلاح المصري بيواجه ازمه شديده جدا لارتفاع الاسعار ولوجود السوق السوداء، وفي النهايه بقى ياخدوا منه القمح اقل من التكلفه بتاعته مثلا ب 100 جنيه. فبيعمل ايه الفلاح المصري؟ وهو كده مضطر انه هو ما يزرعش. وعلى فكرة احنا بنتهم الحكومة ان هي بتعمل مخطط للقضاء على المحاصيل المصرية الاصلية، زي ما قضوا على القطن قبل كده جاري محاولة للقضاء على القمح والارز والقطن. طيب. ليه يا حاج بتقول الكلام ده؟ ليه يعني في دولة هتقضي على زراعة استراتيجية وسلعة استراتيجية كالقمح بايديها؟ يعني اما يوجد يعني الدكتور علاء عبد الحليم من القراء بيقول لا، مصر لا تستطيع زراعه اكثر من 7.5 مليون فدان، في حين الدوله بتحتاج ما يقرب من 16 مليون طن عفوا في العام، وبالتالي هي مضطره شاء من شاء وابى من ابى ان هي تستورد 10 مليون طن كل عام. والله احنا برضه ما فيش مشكله، احنا ممكن يعني نستورد، بس نستورد قليل، ما نبقاش اول، احنا أول دولة منتجة للقمح ونبقى أول دولة مستوردة للقمح. يعني ده أمر لابد من مراجعته، لكن الأهم من كده إيه؟ أن منظومة الفساد الموجودة في التصدير والاستيراد بالتماهي مع الأجهزة اللي موجودة في وزارة التموين ووزارة الزراعة بتتسبب في ضياع محصول القمح. ده امر واضح جدا. يعني ممكن تفسر يا حاج عبد الرحمن، ممكن تفسر لنا كلامك بامثله؟ ما مقداره 6 مليار جنيه من محصول القمح على حساب الفلاحين المصريين. ازاي يا حاج؟ يعني ازاي تم سرقه هذه الاموال كما تقول انت؟ حضرتك النيابات عملت محاضر وعملت قضايا، والناس في ناس طبعا لها وضع خاص راحت دفعت فرق الفلوس، وناس عملت لها قضايا وخدت احكام، وما يسمونه مجلس النواب عمل تقرير تقصي حقائق وهو اللي قال كده، مش احنا اللي بنقول، وكل الجرايد قالت وكل الاعلام قال هذا الكلام. طيب خليني يعني اطرح عليك سؤال اخير يا حاج عبد الرحمن، فكره لعل استيراد القمح من قبل الدوله ده يكون الافضل لمصر، يعني لعل هي بتستورده بسعر اقل يمكن من السعر اللي بتاخد بطن القمح من الفلاح، وبالتالي ده افضل للدوله وينعكس على المواطن في الاخر في مساله الدعم والخبز وما شابه. لو سمحت لي حضرتك هذه المعلومة محتاجة مراجعة. يعني اتفضل. لأن القمح المصري السنة دي خدوه ب 555 جنيه و565 و575، وهو في الحقيقة لو قارنت القمح المصري معادل تماما للقمح الأمريكي، والقمح الأمريكي بيوصل 850 جنيه يا أستاذ أحمد. تمام. ما بيوصلش 550 جنيه. هذا كلام محتاج مراجعة. ولا يتم تلبيسه في المناقشات وفي الحوارات. الفلاح المصري بيخسر
كل سنة في زراعة القمح مبلغ وقدره. طيب أشكرك شكرا جزيلا الحاج عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين السابق، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. أنا لمحت أنك فيما يخص عدم استطاعة مصر زراعة أو الاكتفاء الذاتي من القمح، لك كلمة في هذا السياق الكلام اللي قاله الدكتور علاء عبد الحليم. صحيح، هو الدكتور علاء أعتقد أنه لما كان بيتكلم عن المساحة المزروعة للقمح هو كان بيتكلم عن المساحة الإجمالية لمصر 7.5 مليون فدان، لكن هي وزارة الزراعة قالت أنه المساحة الإجمالية لجميع المزروعات المنزرعه في مصر 9 ملايين فدان، منهم ده كان السنه اللي فاتت بقى 3 ملايين و404 الف فدان كانوا مخصصين للقمح. السنه دي تقرير صادر عن وزاره الزراعه، تقرير رسمي عن وزاره الزراعه حوالين المساحه المزروعه للقمح، اكدت انه تراجعت المساحة المزروعة بمساحة 270 ألف فدان، كانت كم في المية يعني 3.4 يعني حوالي تقريبا يمكن 10% أو من 10-12%. هم من وجهة نظرهم أنه في إحجام من الفلاحين عن زراعة القمح، عن زراعة القمح، وده فعلا بدأ يحصل. الحاجة الثانية أنه كمان بدأ يبقى في أزمة مياه، لأنه القمح والأرز وغيره من هذه المحاصيل تحتاج لكميات من المياه، وفي تراجع في كميات المياه، فبيبدا الفلاحين على طول يروحوا ناحيه السلع التي تحتاج كميات مياه اقل، بالاضافه كمان الخسائر اللي بيتعرض ليها، فبيروح يعوض عن طريق سلع اخرى. العجيب ان هو يعوض عن طريق الارز على سبيل المثال لو بيستهلك كميات مياه اكبر. في الحقيقه هناك متناقضات في اداره هذا الملف حكوميا، بداية من عبد الفتاح السيسي رأس الدولة لغاية المسؤولين في وزارة الزراعة. يعني عبد الفتاح السيسي على سبيل المثال وعد قال إن احنا هنزود المساحة المنزرعة في مصر 1.5 مليون فدان. صحيح. وقال إنه لدينا الخطة جاهزة وما إلى آخره، يعني المساحة كانت هتزيد من 9 ملايين فدان اللي هي حاليا حسب تقارير وزارة الزراعة كانت توصل ل 11.5 مليون فدان، وبالتالي كان هيدي مساحة انه مصر ممكن تزود المساحة المخصصة للقمح على اساس انه سلعة امن قومي 5 ملايين فدان. لكن المفاجأة انه طبعا عقبات التمويل في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مصر واضطرتها للاستدانة لدرجة ان الديون وصلت 4.2 تريليون جنيه، جعلت انه النظام نفسه يقول انه من المستحيل ان نزرع 1.5 مليون فدان في هذه الفترة. الامر الثاني او السبب الثاني الاحجام الدولة عن الاستصلاح هي نقص المياه، زي ما احنا عارفين سد النهضة خلاص بدأ تجميع المياه، او كان من المقرر ان يبدأ تجميع المياه في هذا الشهر شهر يوليو. نعم. وبالتالي من المتوقع ان تتنقص حصة مصر من 54 مليار متر مكعب سنويا الى اقل من 40 مليار متر مكعب سنويا، اكثر من 20% انخفاض في مصادر المياه، المصدر الرئيسي للمياه. طيب سأعود اليك، لكن دكتور علاء فيما يخص حديث الحاج عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين السابق عندما يتحدث عن فساد وعلى ان الدوله مصره بشكل او باخر ولديها منهجيه في ان تنهي زراعه القمح في مصر لحساب الاستيراد والذي يشوب الكثير على حد قوله من الفساد، ويعني القضيه المشهوره وزير التموين السابق خالد حنفي والذي اتهم يعني بإهدار ملايين الجنيهات بشكل وهمي ووضعت في حسابات وهمية، وفي النهاية الرجل خرج من الوزارة ولم يحاسبه أحد حتى هذه اللحظة. فكرة المنهجية في القضاء على زراعة القمح، ما هي وجهة نظرك فيها دكتور علاء؟ أنا أختلف كليا مع كلام الحاج، لأن الأمر ده أمن قومي، وأن أمر القمح ما فيش فيه هزار، وأن مصر مضطرة لمثل هذا الأمر من الاستيراد، وأن هي بتحلم من يوما ما تحقق اكتفاء بصورة كبيرة، ولو وصلنا إلى 60-70% سيكون إنجاز جيد لأي حكومة. لكن الأمر كان مرتبط أن هناك كان فساد في وزارة الزراعة، والأول مرة في التاريخ أن وزير الزراعة قبض عليه وأصيغ للمحاكمة. فأنا أظن أن الأمر لا، الحكومة ليس لديها هذا الاتجاه، والحكومة وزارة الزراعة لديهم هدف قومي أن هي محاولة زيادة إنتاجية القمح. انا بختار بس مع ضيفك العزيز في الاستوديو ان الرئيس السيسي اتكلم عن 1.5 مليون فدان بدايه استصلاحها، وان هذا الامر ربما ياخذ من 3-5 سنين لحين استصلاح وحفر الابار المناسبه بالنسبه لهذه الكميه، وعند اضافه هذه الكميه ستزيد كميه الارض القابله للزراعه في مصر، وربما قد يكون اختيار بالنسبه للفلاح زراعه القمح او زراعه غيره. انا بس اضيف نقطه اخيره ان زراعه القمح في مصر زراعه اختياريه وليس اجباريه،
ولهذا ان الامر اذا الفلاح راى ان ده من الحاله الاقتصاديه بالنسبه لي مجدي بيزرع قمح، اذا راى زراعه اي مزرعه اخرى الحكومه ليس لديها يعني اصل هو الفلاح مش هيزرع يعني. غير ما يكون ده بيعود عليه بالفائده، لكن هنا انت بالتاكيد متفق مع الطرح اللي بيقول ان الدوله هنا يجب ان تدعم الفلاح بشكل او باخر حتى يعني تجعله يزرع القمح. الدعم ده بقى يبقى في الاسمده، يبقى في الشراء باسعار جيده تعود بالفائده على الفلاح، ده اكيد دور الدوله في سلعه استراتيجيه. انا متفق معاك ان الامر ان الفلاح محتاج دعم، وخاصه ان الفلاح في اوروبا يتلقى دعم، الفلاح في امريكا يتلقى دعم، وان الحكومه شيء اساسي للمحافظه على الفلاح ومحافظه على الاراضي الزراعيه لمحاوله زياده نسبه الاكتفاء الذاتي بالنسبه للقمح وبالنسبه لباقي المزروعات. طيب تمام، ابقى معي دكتور، سأعود إليك مرة أخرى، لكن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المهندس محمود محضية عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان السابق. مهندس محمود أهلا بك معنا. اهلا بيك يا فندم. نعم، يعني ابتداء باشمهندس محمود، فكرة مرحبا. اعتماد مصر على استيراد القمح بكميات كبيرة تصل ل 10 مليون طن في العام، وهي اكبر مشتري على الاطلاق في العالم فيما يخص القمح، لا يوجد طريق اخر؟ يعني فكرة الاكتفاء الذاتي يعني على مدار عدة سنوات، هل هذه مستحيلة فيما يخص القمح؟ في بداية حياتي للسادة المشاهدين وفريق الجزيرة لاهتمامه بهذا الشأن الهام والمهم جدا في الأمن القومي المصري كغذاء لكل المصريين في موضوع القمح تحديدا. وفي البداية لابد أن أعلن وأصرح بأنه ليس هناك مستحيل إذا توفرت الإرادة الحقيقية لحل المشكلة، ودعم الفلاح هو البداية. دعم الفلاح وتمكينه وإعطاء كافة حقوقه إن لم يكن على الأقل بعض حقوقه في سعر عادل للقمح وشراء محصوله وتوفير الراحة في تسليم المحصول وتسويقه، بالإضافة إلى إمداده بالعوامل المساعدة من بذور ومواد إنتاج ومستلزمات إنتاج من أسمدة من خلافه، لأننا مقبلون على مشاكل كبيرة جدا بعد سد النهضة. إذا كان الماء لا يتوفر فهناك يجب أن تكون هناك سياسة شاملة وخطة جامعة لحل المشكلة الزراعية في مصر. إذا كان الآن هنتأثر فقط في محصول القمح، لكن كل التأثير هيشمل كل المحصولات. بالإضافة طبعا في البداية لابد أن نذكر مشكلة عدم زراعة الأرز في مساحات كبيرة، لأنه هو المكمل أو هو البديل الغذائي للشعب المصري مع القمح، يعني هو نسبة تبادلية. إذا لم يزرع الفلاح المصري الأرز فسيتجه بالكلية إلى استهلاك القمح، ودي هتزود الاستهلاك بالنسبة للقمح. فالمعادلة أصبحت صعبة ويجب التفكير فيها والحل الجذري لها. إن لم يتوفر التحقيق الاكتفاء الذاتي بالكلية فيجب أن على الأقل أن يسد حاجة الاحتياجات للشعب المصري من القمح بنسبة عالية قد تصل إلى 75%، لكن العجز الآن أكثر من 50% لصالح الاستيراد، بالإضافة إلى مافيا الاستيراد أو استيقافها أو قصرها فقط على هيئة السلع التموينية وما بها من فساد وما فيها من عمولات تدفع وخلافه، بالإضافة إلى سوء التخزين والمخازن وكيفية الاستهلاك والتصريح باستخراجه. وإحنا شفنا إحنا في البرلمان حاجات كتير جدا في هذا الأمر، شفنا إن القمح بيدخل المستورد بسعر بخس ولصالح الجشعين وكبار الكذابين من التجار وغيرهم لتوريده على أنه قمح محلي في وقت إنتاج القمح المحلي واستلامه من المزارع المصري والاستفادة بفارق السعر. كل هذا نوقش يا من كنا في البرلمان في الفترة الوجيزة اللي قضيناها، ولكن كانت اكتشاف لإهدار للمال العام وكذا وكذا. نعم اسمح لي، يعني فكرة أن الدولة ترى أن يعني استيراد كميات من القمح حتى لو وصلت لعشرة ملايين طن في العام، هذا لا يمثل إشكالية كبيرة، خصوصا أن الأسعار متقاربة ما بين الاستيراد وما بين السعر المحلي للقمح، وهناك أسواق كبيرة تريد أن تدفع بقمحها إلى السوق المصرية، وبالتالي لا يوجد مشكلة
سيد باشمهندس محمود، يعني ما العيب في ذلك؟ المشكلة هنا تتمثل في أننا لا نملك غذائنا. ماذا لو قطع القمح؟ ماذا لو قطعت هذه الدول عنا توريد القمح؟ القمح بنستورده بعملة صعبة، أنا بدفع في السوق المحلي بعملة محلية بالجنيه المصري. لماذا لا أدعم الفلاح المصري وأوجه الدعم إلى الفلاح الروسي أو الأمريكي أو الفرنسي؟ هذه هي المشكلة يا سيدي. لكن لا تتوفر الإرادة. هذا القمح واستيراده وما يتم التعاقد عليه لشهر، في مدة شهر واحد يتم التعاقد على 20% من كمية الاحتياجات السنوية، لصالح من؟ إذن هذا التدخل لصالح زيادة الطلب في السوق لرفع سعر معين أو لخدمة دولة من الدول المصدرة أو صفقة، ولصالح من من رجال الأعمال الفسدة، وهذا كله يصب في مسلسل الخيانة الذي جاء به هذا الانقلاب. نعم، ابقى معي باشمهندس محمود، سأعود إليك مرة أخرى، لكن مشاهدينا الكرام دعونا نذهب إلى تعليقات مشاهدينا فيما يخص هذا الموضوع في الشأن المصري. والزميلة حياة اليماني، تفضلي حياة. نعم أحمد، هناك عدد من التعليقات التي جاءت على مسألة القمح، وهي تقريبا نفس التعليقات الشبيهة بمسألة ارتفاع الأسعار ونقص الدواء وما إلى ذلك، ولكن دعونا نتابع. محمد يقول ليس لها علاقة بسد النهضة، ولكن القمح، لأن القمح لا يحتاج إلى ماء، ولكن هذا له علاقة بأمريكا، فإننا نأخذ الأوامر منهم بشأن القمح مثل أيام يوسف والي. أحمد سعيد يقول السبوبة مش سد النهضة. مصطفى يقول ولسه يانا تشوف النجوم في عز الظهر، هنالك 7 سدود مقترحة بالسودان أكبر من سد النهضة. أحمد يقول خفض المساحات الزراعية طبعا، لزوم بيع البلد فدان فدان. وحسن هو الآخر يقول مصر تحتاج لحكومات تكنوقراط لتسيير الأمور والأزمات بطريقة سلسة، نسبة لضيق المساحة وزيادة السكان وقلة الموارد خصوصا الزراعة من غير مجرى النيل. شريهان تقول يضيقون على الفلاحين ويأكلون من زرع غيرهم ويلقون بزرعهم، عجبا لهم إنهم يخططون ويمكرون بالشعب. وسامح والآخر يقول لم يبدأ التخزين في سد النهضة حتى نقول المياه تقل عندنا، ومن المعروف أن مصر أكبر مستورد للقمح، أما حصتنا المائية فالكل يعلم أنها لم ولن تنقص. هلا هي الأخرى تقول طبعا ده أكيد بيصب في مصلحة المواطن البسيط، بالتأكيد يا هلا. فاروق يقول لا سد النهضة ولا غيره، هي المصالح اللي بتعمل من وراء الاستيراد. محمد يقول يصفون السيسي بأنه بطل ومنقذ ولم يستطع أن يقف في وجه إثيوبيا أفقر وأضعف دول إفريقيا. أذهب إلى تويتر حيث حساب اسم مصري برلين يقول قرار فشل من الحكومة بعد موافقة مصر على معاهدة بناء سد النهضة، قلة المياه والسماد الذي يصدر إلى الخارج أو الذي يصدر إلى الخارج، مع أن ما فيش سماد للمزارعين في مصر. إذن كما رأيت أحمد، التعليق الأخير تحديدا يتحدث عن موضوع اليوم وموضوع الأمس، هو السماد الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 100% في الأسواق الخاصة، وتخفيض استيراد القمح من الخارج وتخفيض إنتاجه من الداخل. مصر. شكرا جزيلا لك حياة. ومنك أذهب إلى ضيف آخر ينضم إلينا عبر الهاتف، الدكتور عبد التواب بركات، الأستاذ المساعد في مركز البحوث الزراعية، مستشار وزير التموين الأسبق. دكتور عبد التواب أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد وضيفك كل أشكرك. اختلفت الأسباب يا دكتور فيما يخص إعلان وزير التموين عن أن مصر استوردت 7 مليون طن من القمح، وهو أكثر ب2 مليون طن عن العام الماضي. ما هي الأسباب من وجهة نظرك التي دعت مصر لذلك؟ في الحقيقة في سببين اثنين مهمين جدا. السبب الأولاني أن النظام يحابي الدول الداعمة للانقلاب العسكري والمصدرة للقمح، وخاصة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. السبب الثاني هو فساد وزراء التموين أنفسهم. احنا رأينا حتى بشهادة البرلمان انه اكبر كميه تم استيرادها في عام 2013 تعرض الدكتور محمد مرسي للقمح المخصص لرغيف الخبز والقمح
حتى القطاع الخاص والرغيف الفينو لم يتجاوز 6 مليون طن، هو الآن تضاعف هذا الرقم. المشكلة أنه ليس هناك إرادة حقيقية للنظام في الاكتفاء الذاتي من القمح، بل بالعكس هو يعمل على يعني ليس الاكتفاء الذاتي ولكن رهن لقمة عيش المصريين بأيدي الأجانب ودعم المزارع الأجنبي. احنا رأينا وزير التموين هو بيصرح أمام العالم كله بيقول لا يمكن أن نكتفي ذاتيا من القمح ولا يجب أن نكتفي ذاتيا من القمح. رأينا جورنال النظام الأهرام الزراعي وهو منشط بالخط العريض بيقول القمح المصري في ذمة الله. إذن النظام لا يعمل على الاكتفاء الذاتي بل بالعكس يرهن السيادة الغذائية لصالح الدول الداعمة له. وإحنا رأينا أكبر مشروع لتخريب السياسات الزراعية سموها إصلاح السياسات الزراعية من بداية الثمانينات. ضيفك الكريم هو بيقول إنه المساحة الزراعية في مصر 7.5 مليون، هذا الكلام غير حقيقي. المساحة الأرضية في مصر تقترب من 9 مليون فدان، لكن المشكلة كل المشكلة إنه في 1.8 مليون فدان تم زراعتهم بالفواكه غير الاستراتيجية ويفقد منها تقريبا من 40 ل 50%. لو وجهت هذه المساحة أو نصها لإنتاج القمح رأينا القمح المصري زاد في عهد الدكتور محمد مرسي بنسبة 30% وفي عام واحد، فما بالنا لو تم يعني صار. طيب دكتور اسمح لي يعني انا يعني لعلي اسالك سؤال اخير فيه، يعني بعيدا عن فكره السياده بالطبع هي مهمه وانتاج ان تنتج البلد غذائها كما يقولون، لكن اسمح لي هل من الناحيه الاقتصاديه الافضل لمصر ان تستورد القمح ام ان تزرعه؟ الناحيه الاقتصاديه والناحيه المائيه ايضا. كل الدول الحريصه على انها القوم حريص على الاكتفاء الذاتي من القمح، وانا يعني الفت النظر هنا لخطوره عدم الاكتفاء الذاتي من القمح. احنا راينا في ازمه الغذاء العالميه في 2007 و2008 الدول المصدره امتنعت عن تصدير القمح، وثم يعني تضاعف سعر القمح وظهرت تواضير الخبز وقتل الخبز في مصر في 2008 و2009 و2010، وعلماء الاجتماع بيقول ان هذه المشكله بالذات هي اكبر يعني سبب لاندلاع ثوره يناير، وكان المطلب الاول للجماهير العيش قبل الحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه. اذا الاكتفاء الذاتي هو امن قومي ومشكله ضخمه. كل الدول التي تحترم مواطنيها وحريصه على امنها القومي حريصه على قضيه الاكتفاء الذاتي الداخلي وليس رهن لقمه عيشها بالدول الاخرى التي اذا حدث مشكله هي تمتنع. ورأينا ذلك زي ما قلت في 2008 روسيا امتنعت عن تصدير القمح للدول المستوردة بما فيها مصر طبعا. شكرا جزيلا الدكتور عبد التواب بركات الأستاذ في مركز البحوث الزراعية ومستشار وزير التموين الأسبق، كنت معي عبر الهاتف من الدوحة. أستاذ علاء، يعني يبدو أن هناك إشكالية كبيرة في مصر فيما يخص مسألة القمح واستيراده، لكن على الجانب الآخر لماذا يسكت السيسي عن هذه القضية، خصوصا عندما يخرج وزير تموين سابق ويقول أن مصر لن تنتج القمح ولن تكتفي ذاتيا من القمح؟ أين السيسي؟ هي دي رؤية السيسي، يعني هم بينفذوا رؤية السيسي وما يشتغلوش بعيد عنه. هو ملف القمح دعنا نقول أنه ما بين محورين، اللي هو يعني بيلخص المشهد في مصر، مشهد إدارة الملف الاقتصادي. المحور الأول هو محور الإهمال. أنا أحيل حضرتك يا أستاذ أحمد لدراسة قام بها الدكتور أحمد حسني غنيمة، ده مستشار وزير الزراعة. هذه الدراسة قالت أن في مصر يهدر أكثر من 1 مليون طن سنويا من الإنتاج المحلي. من القمح. الإنتاج المحلي بسبب الصوامع؟ بسبب الصوامع وبسبب عملية التخزين، بسبب الأسمدة المخشوشة، بسبب عمليات الحصاد البدائية وغيرها من الأسباب التي رصدتها هذه الدراسة. وهذا يؤكد أنه ليس هناك أي اهتمام بهذا الأمر. حتى في نهاية الدراسة أوصى بأنه يتم يعني معالجة أسباب إهدار يعني هذه الكميه الكبيره جدا. طيب. هتغطي اكثر من 20% من الانتاج المحلي. المحور الثاني هو محور الفساد. يعني حضرتك تذكر قصه فطر الارجوت اللي هو بتاع القمح الروسي، صحيح، وتوقف يعني استيراد وتم حظر استيراد القمح الروسي، ثم فجاه
يصدر قرار آخر بفك الحظر بشكل مبهم، ورغم أن يعني القمح الروسي معظمه مصاب بفطر الإرجوت. عفوا أستاذ علاء، لكن دعني سريعا أذهب لضيفي عبر الأقمار الصناعية المهندس محمود محدى. باشمهندس محمود، يعني سؤالي الأخير لحضرتك فيما يخص ما قال وزير التموين، أننا في مصر نريد أن نغير العادات الغذائية للمصريين، بيأكلوا عيش كتير، فإحنا عايزينهم يغيروا العادات دي، يروحوا يأكلوا رز ومكرونة، وبالتالي ما نبقاش محتاجين لكميات قمح كبيرة فتنتهي المشكلة. إيه رأيك في هذا الاقتراح وهذا الحل يعني؟ هو طبعا اقتراح كونه اذا كان صادر من حضرتك ف لا يعني هاخده على محمل الضحك وزير التموين الذي غير الجد فعلا. لكن طبعا هذا الاقتراح من المضحكات المبكيات. هو الفلاح او المواطن المصري قدر يشتري حاجه ارخص من الخبز لانه ما لقاش حاجه ارخص من كده. ارخص حاجه يسد بها رمقه هي هو الخبز. قد يأكل الخبز حاف، هيجيب الرز بكام؟ الكيلو بكام الرز الأبيض الآن؟ هل التموين والسلع التموينية المدعمة بيديله رز بما يكفي الأسرة واستهلاكها على الأقل وجبة في اليوم؟ هيجيب منين المواطن المصري؟ في الإضافة لكده طبعا هو ما قدموش ولا المكرونة إلا إذا كانت مكرونة الجيش هينزلوها بسعر كويس، وهم ما شاء الله بينتجوا مكرونة بيقولوا إنها كويسة، أنا ما شفتهاش بقالي مدة لكن بيقولوا انها مكرونه كويسه. فاذا كانوا يوزعوا كراتين مكرونه على المواطنين مجانا او على البطاقات التموينيه اذا كان من هذا القبيل اهلا وسهلا. نقول للناس يعني حاولوا تقللوا شويه في استهلاك العيش وخدوا بدلها مكرونه. لكن طبعا هو المواطن المصري ما لقاش حاجه ارخص من كده. نعم أشكرك. أرخص شيء ممكن يأكله والعيش. شكرا جزيلا المهندس محمود محضي عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان المصري سابقا. كنت معي عبر الأقمار الصناعية، كما أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ علاء البحارة الصحفي الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، وضيفي شكرا جزيلا أستاذ علاء وضيفي الدكتور علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي كان معي عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم بعد الفاصل، نواصل المسائية ولقاءات مع أسر شباب قتلوا على يد الشرطة المصرية ضمن مسلسل التصفية الجسدية للمعارضين. ابقوا معنا.